بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 25. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا مع قوله تعالى: وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. الله جل وعلا أرسله إلى الناس ولم يرسله إلى طائفة خاصة، كما كان الأنبياء من قبله يرسلون إلى أممهم خاصة، وإنما هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس عامة. أرسلناك للناس يعني جميع البشر، الجن العرب والعجم، بل أرسله الله إلى الجن والإنس كافة. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. رسالته صلى الله عليه وسلم عامة للبشرية على امتداد الزمان وامتداد المكان إلى أن تقوم الساعة، فلا يأتي بعده نبي عليه الصلاة والسلام، وخاتم النبيين لا نبي بعده. وكفى بالله شهيدا، هذا فيه الشهادة لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه من عند الله، لأن الله يشاهده ويراه ويعلم ما يصدر منه، فلو كان متقولا على الله لأخذه كما أخذ كثيرا، كما أخذ المتنبئين الكذبة الذين يدعون النبوة ثم لا يلبثون أن ينقطعوا وتزول آثارهم. أما هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فمن علامات صحة النبوة في هذا الرسول وفي غيره من الأنبياء أن الله جل وعلا يؤيدهم وينصرهم ويكتب البقاء لدعوتهم والاستمرار لدعوتهم، فهذا دليل على صحة رسالتهم. وكفى بالله شهيدا على رسالتك أيها النبي. وبعد أن فرغنا والحمد لله من بيان معنى هذه الآيات، ننتقل إلى أخذ ما يستفاد منها من الأحكام. فيؤخذ من هذه الآيات الاستنكار على من يعترض على أحكام الله سبحانه وتعالى ولو كان من المؤمنين، فإنه لا يجوز لمؤمن أن يعترض على أحكام الله، بل يجب التسليم والانقياد سواء عرف الحكمة أو لم يعرفها. وهذا لقوله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. فهذا فيه النهي عن الاعتراض على أحكام الله جل وعلا، وأنه يجب أن تتلقى بالقبول والتسليم. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وكما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فلا يجوز الاقتراح على الله عز وجل وأن يقال لو أمر الله بكذا ولو نهى عن كذا، فهذا أمر لا يجوز. أو يقترح على الرسول أنه لو أمر أو نهى عن كذا، هذا كله أمر لا يجوز، بل الواجب التسليم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ويؤخذ منها
أن القتال في سبيل الله شرع بالتدريج، فكان المسلمون في الأول ممنوعين من القتال، ويكون القتال في تلك الحقبة المكية محرماً لأن الله نهى عنه. قال تعالى: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ثم إنه بعد الهجرة إلى المدينة أذن فيه إذناً لا أمراً. قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ثم المرحلة الثالثة أمر به في حق من قاتل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ثم أمر به مطلقا لما قوي المسلمون وصار لهم قوة واستعداد، أمر به مطلقا. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، والأشهر الحرم المراد بها المهلة التي أعطيت لأصحاب العهود، كما قال تعالى: فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، هذه مهلة أعطيت لأصحاب العهود وبعدها يقاتلون. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وهذا في حالة قوة المسلمين استعدادهم للقتال، فإنهم يقاتلون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ونشر الدين في الأرض وإزالة سلطان الكفر عن عباد الله وعن أرض الله سبحانه وتعالى. كما يؤخذ من هذه الآيات أنه لا يجوز للمسلمين أن يقاتلوا إذا كانوا لا يستطيعون القتال وعدوهم أقوى منهم ومحيط بهم، فإنه يحرم على المسلمين القتال في هذه الحالة لأنه يجر إلى شر ويجر إلى نتائج وخيمة، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح في الإسلام. ويؤخذ من هذه الآيات القاعدة العظيمة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وقاعدة ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما. فالقتال كان محرما في مكة وفي الحالة التي هي مثل حالة أهل مكة إلى أن تقوم الساعة، القتال يكون محرما في تلك الحالة لأنه يجر إلى مفسدة أعظم، وتركه وإن كان فيه مفسدة فتركه درءا لمفسدة أعظم هو المتعين. والواجب على المسلم وعلى جميع المسلمين أن يتفقهوا في دين الله ويعرفوا هذه الأمور، ولا يأخذوا الأمور مغامرة ويقولون الجهاد واجب ولا يمنع الجهاد ثم تحصل الفوضى وكل يجاهد وكل يأخذ السلاح بدون تنظيم وبدون قوة وبدون قيادة، فهذه مخاطرة بالمسلمين وإغراء للكفار على ضرب المسلمين كما هو المشاهد الآن. ويؤخذ من هذه الآيات تحمل ما في القتال من المشقة والاستشهاد في سبيل الله، لأن في ذلك مصالح عظيمة ونتائج عظيمة تهون أمامها المشاق والمصاعب، وقل أمر من أوامر الله أو تكليف من التكاليف الشرعية لا توجد فيه مشقة، ولذلك يعظم أجر المؤمن إذا صبر واحتسب. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.